السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زيد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على غوارديولا، وين يعترف بمحرز، ومحرز يعني وين يجبر غوارديولا بالاعتراف. هي معترفين بعضهم بعض في زوجة، وما في زوج معترفين بعضهم بعض في زوج. محرز معترف باللي راه يخدم عند اونترينير كبير ويتعلم من عنده، وغوارديولا معترف بمحرز باللي لعاب كبير. غير بعض راه هضره منا ومنا وملي برك هذا مكان، ما هي ماشي تلوم في زوج، وما هي محرز يلعب في احسن فريق في العالم. هذه هي كازع ما كنقولوا باللي ودي محرز بالك راه محقور ولا محرز. لا، محرز يلعب في احسن نادي في العالم، كاع احسن نادي في العالم. بارح كي تشوف مانشستر سيتي تعرف باللي محرز راه في احسن نادي في العالم من كل نواحي. وين اعترف المدرب الاسباني بيب غوارديولا بالدور الرئيسي الذي لعبه المهاجم الجزائري رياض محرز في اطاحة نادي باريس سان جيرمان في منافسة دور ابطال اوروبا، واستسلم غوارديولا امام توهج اللعاب المنتخب الجزائري رياض محرز سهرة أمس الأربعاء أمام نادي فرنسي، عندما اعترف بذلك وصرح في تصريحاته لشبكة قنوات البريطانية بعد نهاية المواجهة. وأثنى المدرب الإسباني بشك كبير على ما قدمه محارب الصحراء ولاعبين هجوم كتيبة السيتي أمام رفقاء النجم الأرجنتيني ميسي، خاصة في ظل غياب قائد البلجيكي دي برين المصاب. ناس على بالك بلي على بالك الخطة تاع غوارديولا تلعبت على محرز، السيتي لعبت خطة تاعها على محرز، مباراة تاع البارح تاكتيك دي جو كان كلش على محرز. انا شت جيرو البارح، جيرو يهدر مول البارتي كاع، واللي غوار يتصنتو له يعني وين هدر على محرز، هدر على لعابة تاع السيتي، وزاد هدر على لعابة تاع 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 كسمهم تاع باريس سان جيرمان، وين تكلم عليهم يعني بطريقة وين قالك بلي كاين زوج، قالك لعبة باريس سان جيرمان لعبت بتسعة، خلعوا كيفاه تسعة، قالهم ميسي يمشي وما ونيمار ما كان والو، نيمار وين ما يروح يجيب البولا يرتكب خطأ. علاش كيفاش يريكيبيري البولا؟ ما يريكيبيري، ما يدافع، ما والو. الزوج قالك لعبت بتسعة، باريس سان جيرمان لعبت بتسعة، لعب عندها اسماوات شادين فيهم. هذا مكان وين نقولوا بلي وين غوارديولا وين عرف كيفاش يستغل وين غلق كل منافذ على لاعبين تاع باريس سان جيرمان بامتياز، خطة بامتياز دارها، خطة عرف كيفاش يعني يوقف باريس سان جيرمان، سورتو بعد الهدف كي تشوف الريتم طلع، الريتم تشوفها طلع سي محمد، تحس بلي حاجة طلعت، أنت راك في التلفزيون تفرج، بصح تحس بلي حاجة زادت، تقول بلي مي ماركا ولا بعد الخمس دقايق من بعد السيتي ولا تلعب ب 15 لاعب، تحس بلي بلا كان ولا تلعب ب 15 لاعب ميليو تيرا، وين استحواذ على الكره، وين يعني ما خلاولهمش، ما خلاوش يلعبوا صورتو من خيسوس ماركا البونت موراها باريس سان جيرمان، ما السيتي ما خلاش باريس سان جيرمان تلعب، ما خلاوهمش بلوا عليهم كاع، ما صابوش ولاو يضربوا في بعضهم بعض. ويشاهدنا وين غوارديولا يعني وين اعترف بالهجوم تاع مانشستر سيتي بالقاطرة الأمامية لنادي السيتي وعلى رأسهم النجم الجزائري رياض محرز، ويقدموا مستويات رائعة أمام نادي العاصمي الفرنسي باريس سان جيرمان. وين كانت مباراة اللي كانت وين كانت تاع ليلة رياض محرز بامتياز، خاصة وين دا 8-1 يعني وين هو الأحسن تنقيط امام كل النجوم. شوف انت قدامك اسم يبقى اسم، ميسي يبقى ميسي، نيمار يبقى نيمار، بصح انت تشوف بلي لعاب
وين يستاهل، وين يستاهل باش يكون مع 10 الولا في الموند، يعني تشوفه يخرجوه ويدير لك واحد لي كيما ذاك صلاح ما كان والو. كاين لاعبين اللي ما يستاهلوش باش يكونوا مع 10 الولا في الموند. محرز ما كانش نورمالمون، محرز البارح الفيفا والناس تحشم على روحها، يقول لك غلطنا، يقول لك غلطنا في الحساب، يقول لك غلطنا رانا غالطين، اللاعب هذا يعاود يولي. هو ميسي، هو محرز وين فاصاوه بالإفاصال، فاصاوه نهار اللي رد الإعلام تاع فلسطين، وحنا نفتخروا برياض محرز. يبقى محرز لاعب الجزائري، لاعب الافريقي والعربي، خاطر علاه نقول احسن لاعب افريقي وعربي، هو الاول اللي دا برومي دا احسن لاعب في البرومي ليغ. نسى ما بلعش الباب موراه، نورمالمون كو بلع الباب موراه كاش لي يزيد يدخل موراه في لافريك، ما كاش لي زافريكا ما يزيدوش يدخلوا موراه، خلى الباب محلول، دخل هذاك صلاح هذاك موراه. واعتبر المتحدث ان محارب الصحراء وزملائه وزميله رحيم ستيرلينغ وبرناردو سيلفا، بالإضافة إلى المهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس الذي شارك بديل في الشوط الثاني، كانوا الأسلحة الفتاكة واللعب الدور هام في انتزاع نقاط مواجهة الثلاثي من نيمار وبابي وميسي. لا ميسي ما دار والو، ميسي يمشي برك ما دار والو، ميسي ما دار والو، ميسي ما ميسي نيمار مبابي هذو لعبوا بصح ما داروا والو، عندنا ما كان والو. وقدم لاعب كتيبة المنتخب الوطني مستوى كبير في مواجهة باريس سان جيرمان، من نال إثره التقييم الأعلى في اللقاء من قبل شبكة الأرقام والإحصائيات ومن مختلف وسائل الإعلام المتخصصة في تقييم أداء اللاعبين أثناء المباريات. وابتكر النجم الجزائري رياض محرز أفضل تقييم من قبل شبكة أورداسكورد العالمية التي منحته علامة 8.1 نظرا لتواجده أمام فريق فرنسي باريس سان جيرمان، ولم تقدر صاحبة ليكيب الفرنسية على تجاوز ما فعله محرز في لقاء نادي باريس سان جيرمان، ونشرت صورة بجوار النجم الأرجنتيني ميسي ضمن مقال خاص بتنقيط لاعبين في لقاء سهرة تاع رياض محرز، وين منحت صاحبة الفرنسية علامة 8.10 للاعب نادي سيتي محرز، رغم انه في غالب ما تمنح نقاط متدنيه للاعبين على غرار تقييمهم لميسي بمنحه علامه 4.10 نظرا لوجه الذي ظهر به امام رياض محرز ورفقائه. ما نحوسوا على محرز الاول، هذا التقييم هذا كاع يرفد رياض محرز، صورتو على بالك هذو النقاط يرفدوا رياض محرز في احسن لاعب افريقي. يردوا محرز راهو قاتلو تاع احسن لاعب افريقي، نتمنوا ان شاء الله بربي هو يديها، تعطيهاش الكارديا ولا تعطيها صلاح العام اللي فات ما دار والو، صلاح العام اللي فات ما دار والو، محرز دار العجب العام اللي فات، وسنا في الشامبيونز ليغ، الناس تحلم بالشامبيونز ليغ، عندها ناشئة تاعها، ناس تحلم بها، ناس تحلم بالشامبيونز ليغ، يقول لك كون نلعب غير 3 ماتش الوالا ونتيليمينا، الناس تحلم بها سي محرز. كيفاش يجي يقول لك واحد يقول تشامبيونز ليغ يحشي لا واحد، كان واحد داير فيديو قال له غوارديولا يحشي المحرز بالتشامبيونز ليغ، تاك راك مليح ولا مش مليح، راكم مليح ولا مش راكم مليح، او تشامبيونز ليغ على بالك كاس العالم مصغره تاع الاوروب، والله لا كاس العالم مصغره تاع اوروبا، ما كلاسيا تروازيام كوب دي موند كوب دوروب تشامبيونز ليغ، ما كلاسيا تروازيام في الموند، تجي نتايا تقول لي بلي يحشي له يكحل له بالتشامبيونز ليغ، او انت غادي ما يلعبلكش 10 تاع لي ماتش، هو راه يوجد في فريق غوارديولا يوجد في نادي في النادي تاعو باش يلعب في غياب رياض محرز، ما يكونش غادي يكون غائب، رياض محرز غادي يكون غايب اسي محرز، هو فين كيحوس على روحه فايق لونتين يحوس على روحه، كاين بزاف لعابات تاعنا ما راهمش راهم قاريين بسبب كوب دافريك اللي ما تخدمناش في المشتى، حنا كوب دافريك ما تخدمش اللعابه تاعنا في المشتى، ما تخدمهمش ما تخدمهمش، ان شاء الله بربي حنا كما يقولك بالك نشوفوا واحد كيما
كيما عيسى ماندي كو يلعب غير دو ماتش تاع الشامبيون بزاف عليه غير دو ماتش برك يعاود يروبروني غير دو ماتش برك هذا ما كان كو يلعب غير دو ماتش برك يعاود يولي ذاك حطالي يلعب غير ماتش ولا شويه شويه الدعوه تتحرك والله.